آسف على التأخير. تفضل أستاذ. موكلتي جابت فيديوهات وصور وفواتير الحسابات المشتركة لحتى تثبت أنه الست راديكا والسيد برابودا كانوا متزوجين. أنت وين مقيمة حالياً؟ مع مين أنت مقيمة؟ مع الأستاذ؟ أنت بتعرف بيتي انحجز عليه، كران عم يساعدنا. يعني بس فهميني، حضرتك عايشة مع زوجك السابق كاران وبدك تكوني أرملة برابودا كمان؟ يعني عم تاخدي حقوقك كزوجة وحقوقك كأرملة كمان، ما هيك؟ هاي تاني مرة بتغلط بحقي. صححي إذا أنا غلطان، مو جريمة إنك تساعد حدا، ما هيك؟ سيد خانة، أنا بحترمك كتير وما عندي شك إنك بتحب تساعد الناس، بس تريشا هي بنتك البيولوجية وما لها حق بالورثة. ونسيت إنه برابودا كان يعتبر تريشا بنته؟ برهن لي هالشي بالمحكمة. هاي بس إشاعة، وهلأ موكلك إجا لهون كممثل عن زوجته السابقة يلي هي أرملة برابودا. بنته لكاران خانة من زوجته أرملة برابودا. أنا عن جد متفاجئ كيف بدك ترافع بهاي القضية. سيد خانة من مبدأ إنساني، أنا بتفهم معاناتك وبدي أنصحك إنه لا تحط إيدك بهالقضية، لأنك أكيد خسرانة، وكل مسؤولياتك اللي حاسة تجاه زوجتك السابقة اتركها وراك وامشي. كيف بتتجرأ؟ رح ناخد استراحة. كاران، كاران لحظة، كاران وقف واسمعني. أنا ما بعرف إنك متورط. أنت من أي نوع؟ كل شيء قلت لك يا بالسر استغليته ضدنا؟ أنا بس كنت عم اشتغل شغلي، وكل يلي قلته جوا أنت ما دخلك فيه ولا دخلك بالقضية. هنن ما عندهم عقد زواج، فليش عم يعملوا هذا الشيء؟ أنا محامي وبعرف شغلي واللي عموله صح، فهمت؟ وقف عندك وفهم شو عم قلك. رح أخذك لعند موكلي وساعد زوجتك السابقة كرمالك أنت. فيني أقلب القصة كلها. لازم تفهم شغلة، برابودا وراديكا كانوا متزوجين، هي حقيقة، وكانوا متأكدين من علاقتهم لدرجة أنه ما احتاجوا وثيقة الزواج التافهة تبعك، ويلي أنا عم بعمله هلأ بس مشان راديكا، لأنه هي بدها هيك. كيف رح تفهم كل هالشي؟ تعرف كنت عم بسأل حالي ليش هذا الشاب لحاله. هلأ صرت بعرف، أنت لحالك لأنك مختل عقلياً، لازم تعيش لحالك وتموت لحالك. لك ابني شبك، لا تكون متشائم، هنن ما تراجعوا لسه، بس من قراءتي للحالة بحب قلك نحنا لازم نحتفل لأنه رح نربح القضية. مثل كل مرة، كل ما بيصير أي شيء سيء بحياتي بتلاقي فرصة لحتى تحتفل. ابني، بعرف إني ابنك، بس هذا الشيء من سخرية القدر. طيب بشغلة المحامي كان معه حق، وصلتني فكرته، انت وتريشا وكاران عيلة وحدة، ما فهمت ليش لا تتورطي بقضية الملكية. مو قضية ملكية وبس، هي وصية برابودا لتريشا. تريشا وريثة كاران وبس. فكري فيها للحظة، قديش هالشي ظالم. انت انزعجتي من المحامي لأنه حكاكي بقلة أدب، شو كان إحساس كاران؟ شو ما ساوى كاران معي ولا مع تريشا، فأنا كتير ممنونة على اللي عمله، بس أنا بحب برابودا وما حدا غيره. برابودا بقلبي، هالشي لازم تفهميه. شو رح تعملي بعدين؟ شكرا. كان يومك صعب؟ كان عندك تصوير ما؟ التصوير رائع مثل كل مرة، بس ما فيني اتعامل مع أحداث الأكشن بحياتي. كنت حابة اتناقش معك بشغلة. ايه تفضلي. أنا رح أطلع من هون. شو صار لك هلأ فجأة؟ شو هالكآبة؟ ليش هيك محبطة؟ هذا كله بسبب يلي قاله المحامي يعني؟ مشان هيك أنت أخذتي قرار بالطلعة من هون؟
بس المحامي كان معه حق. شو هالتخبيص هاد راديكا؟ على الأقل من وجهة نظر القانون ما فينا نواجه القانون هيك كاران. يا بكون زوجتك السابقة أو أرملت برابودا بالقانون، العالم هيك رح تفكر. من 3 شهور ونحن عم نصلح الوضع وهذا اللي طلع معك؟ طيب فكري بتريشا شوي، كيف رح تكون ردة فعلها؟ ما رح تروحوا من هون وخلص كاران. شو كاران؟ نحن مع بعض صحيح، وهي معركة صعبة علينا، نحن رح نحارب سوا. انت قلت لي هيك مو؟ موقفنا رح يكون ضعيف، وهيك أناي بيحصل على كل شي بده اياه. ايه وإذا؟ ايه بس وإذا يعني لا رديكا، هذا ما نحل. أنا فهمت وجهة نظرك وما عم أقول إنك غلطانة، ماشي؟ بالأول نحن لازم نفكر بحل، بس أكيد الحل مو إنكم تروحوا أبداً، أنا رح لاقي الحل رديكا. كاران أنتوا ما رح تروحوا لمحل، خلصنا. مرحبا خالتي، أعطيني أعطيني عنك. حل عني زبالة. بعرف خالتي، بعرف إنها زبالة. هاتي أعطيني يلا. رجاء أنا ما عاد فيني ساعدك، أنا لازم روح على المركز ساعة بس وبرجع. بس رجعي بسرعة. إيه إيه ماشي. تيربو خدي هيدا شو. بس خالتي أنا خدي، في حرامي زبالة برا. شو هالحكي هاد؟ معقول وصلنا لسرقة زبالة؟ هاي مومباي يا أختي، وهالمدينة كل شيء وارد فيها. ماما انتي شفتي بعينك يعني؟ كيف رح تشوفه؟ نسيتي انك قعدتي عن الدار تنبارح؟ باي حبيبتي، رجعي بسرعة لا تتأخري تبسي. يا الله شو بيقرف. انت شو عم تعمل هون حبيبي؟ شفتي شو صار فيني؟ من وين شكل هالوسخ هاد؟ يا شوفي ربي. طلعي شو صار لي وانا عم حاول حبيب امك فيني يا شيخ. فكره حلوه انك عم تحاول تاثر فيها، بس شفت لوين وصلتنا فكرتك الحلوه هي. خلاص كل شيء رح يكون منيح، خليك قوي ماشي. بس باي. بس الريحه عن جد كثير بشعه. قرب وجرب. تعالوا اشتري يا حباب. باخذها ب 20 روبيه بس. يلا ونقي لي وحده تاز وظريف. عنك خالتي عشان اساعدك. هذا انت؟ انا هون لساعدك يا خالتي. شب زبالي. مو انت الشبي اللي كنت واقف عند الباب الصبح؟ اي 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 انا هو. انت واحد عديم الفائده وكنت معنا بالمطار، مدير هداك السكير. اي اي انا بذاته. وهلا حضرتك لحقني لهون على السوق مشان شو؟ قول. لا انا هون لحتى ساعدك. انت عم تلحق يا ولد. اعترف اعترف يا حصير يا ندل، بعرف انك عم تلحق بنتي. لا 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 مو صحيح الحكي. عم تحكوا عند باب الصبح، ليش عم تكذب؟ كنت عم تحكي معه واطي يا حقير. لا لا بدينا غلط. بس اسمعيني انا ما عم بلحق بنتي. انا اللي بدي ربيك فهمت. انا عم بلحق بنت اختك الدكتوره نجراجان. انت غبي، انت عم تلاحق تبسي؟ لا لا لك تبسي ايه بتكون سلفتك سيد خانة. لا تقول لي سلفة. لك ما عم قول سلفة، بس قصدي انك مثل سلفة فيشان. انا قلت هاي الجملة بتلاتين فيلم من اصل 50 فيلم من افلامي. سلفة مثل الام، انت بتعمل هيك مع امك؟ ليكي انا اسف كتير، انا فعلا غلطان بعتذر كتير. اي وصدقني يا كاران، انت قلت هاي الجملة بكل افلامك ال50. بس شو كان لازم الا انا؟ خالتي بصراحة انت معك حق، وايه كان شكك بمحله. انا بحبها لبنتك شيري ومتزوجها مشان تقتلها لهالمسكينة. العمى ما اخبار. خلصنا بقى يا شباب اهدوا اسمعوني، فيشال اكيد ما نوقت انه يخطبها لكيبسي. صح صح. عفوا شو قصدك؟ شو قصدك بهذا الشيء؟ بقصد تيبسي صعبة كتير، بتعرف هالشيء ما؟ هي نقطة مهمة كتير. ايه؟ والتأثير بتيبسي مستحيل، يعني مثل النحت في الصخر. ايه هالحكي صحيح. لا لا أنا ما كان قصدي هيك. طيب المهم هلأ شو بدنا نعمل كرمال أمي؟ قولي لي شو عم تعملي يا فيجنتي؟ عم نظف البرندة، كتير في وصخ. ايه خلص كلها الزبيعة بدها سقي كتير عطشاني. روحي جيبي شوية مي لأسقيها. طيب. عالسريع. يلا رايحة. يسلم. المي بالمطبخ. تيربو. ايه خالتي. تعالي. ايه؟ هذا الولد اللي قاعد جوا عم يلاحقك، بتعرفي هالشي؟ لا خالتي انتي اكيد فهمانة الموضوع غلط، هو بس كان بده يساعدك ويحمل عنك الزبالة. ايه؟ ريلي لشوف هو عاجبك شي؟ قصدك فيشال؟ اها. لا خالتي ما بيعجبني، يعني انا وفيشال كيف فيني افكر بالموضوع؟ حتى هو ما نو ستايلي خالتي، بس اطلعي عليه منيح، اطلعي عليه كيف شكله، كتير بشع وغليظ. خلص قولي لها لا مباشرة. شو قصدك بانه غليظ؟ شو بدك يعني احكي؟ انا بحس فيشال مثل اخي، وقت اللي بتطلع عليه ما بحس بشي تاني ابدا. هي بتحس باحساس الاخوة بس تطلع على فيشال. هاي بنتك طلعت لك. شو قصدك بهالكلمة؟ تيبسي؟
انت ليش بتعتبري الكلمة لاخواتك يعني فيشال حباب؟ اطلعي عليه. عم تحكي عن جد؟ عن جد عم بتحاولي تطبقيني مع تيبسي؟ اسكت شوي. اذا كنت مناسب لتيبسي فانت مناسب لإلي. عم اعمل هيك مشان مستقبلنا. خلص هي بتعرفي شو عم تعملي. في شخص واحد تيبسي ما ممكن ابدا تعتبره مثل اخوها. ادو. ادو يلي من اديار؟ ايه صح. ادو مين ادو؟ انا قابلته بمهبه الهشوار. كرام بدي اياك تقنع تيبسي تروح تقابل ادو. يا سكرجي هاي الصفقه من مصلحتك. اذا اقنعت تيبسي وخليتها تروح تقابل هذا الشاب اللي اسمه ادو انا رح سامحك على كل اخطائك القديمه. اي بس هالغبي مو قادر يعمل شيء بمهبه الهشوار، شو رح يعمل بمومباي؟ شو انتبه على الفاظك. تبي تقلي عن السكرجي؟ ايه وإذا؟ ما أنت كنت سكرجي ما؟ أنت اكتبي لي العنوان بسرعة. ما فهمت من شو بيشكي فيشال؟ تيبسي بتعتبر فيشال مثل أخوها. ايه هي ورتاني هي الصفة عنك على فكرة. قولي لي شو في مشاكل تانية بالشرق؟ أختي حتى أنت بدك تتزوج من أدو صح؟ أدو شاب كتير حباب ولطيف بس ما بيقدر يعمل شيء. هذا السكرجي كان معه حق. أدو ما في يعمل شي بمهبة الشوار، بقى أكيد ما رح يطلع بإيده يعمل أي شي هون. تيبسي طلبت منه يروح وهو راح وهالشي غلط. إيش هالحب هاد؟ طلعي على فيشال هو شاب ذكي كتير. تخيلي كان عم يلحقني كل الطريق من لما رحت كبل الزبالة ولحد ما وصلت على محل الخضرة لأنه بيعرف إني أنا الوحيدة اللي بتقدر تحل وتربط بهذا البيت. هلأ شيري وافقت بس أنا لازم أقنع تيبسي. شو هالتحاليل هاي؟ هاي التحاليل ما نصح. طيب هلأ فوت بناديلة. تحاليل الدم مزورة هيك ما رح يمشي حالك. تيبسي؟ لحظة بس أنا مشغولة. دقيقة واحدة بس اشتغل استني شوي. شفتي؟ بيومين كل شي انتزع بيومين. اسمعني منيح على هالحالة ما في فايدة أبدا من رجعتك لإعادة التأهيل. أنا عن جد بعتذر دكتورة. شو قصتكم؟ كنا عم نفكر انك لازم تتزوجي لانه هو بحبك كتير مو هيك؟ مين ادو؟ مو ادو، فيشال. لو سمحتوا ما بدي. ليش؟ في شي مشكله مع هالشاب؟ لا ما في مشكله. اسمع انا بعرف انه شاب لطيف وعنده شغل كويس وكل شي منيح بس انا ما بحبه. قولي ايه دكتوره. شو؟ انت ركز بعلاجك ماشي؟ شفتي مدام عم تحاول تهرب من السيره. شفتي حتى مريضك وافق. انت بس قولي ايه بنتي. بدكن وافق؟ ايه. اول شي تفضلوا تعوا معي. اسمعيني ليكي هلا لو سمحتي. اكيد رح اخلص من كل المشاكل اذا الدكتوره تجوزت. هاد مبين شب كتير حلو. يلا تفضلوا فرجوني شو صار معكن. اخترتوا حدا؟ ايه ليك نعم ندور على واحد. هاد؟ ايه ليكي هاد منيح. لا شوفي شكله كتير حلو. لا مو معقول. بس ماما وخالتي اكيد رح يحبوه. ايه هن رح يحبوه على الاغلب بس انا ما حبيته ابدا. رجاء رجاء انا حبيبي الحباب رجاء. بعدين انا كتير حبيته شكله لذيذ وسيلفي معه رح يكون حلو. خلينا نختاره. ليش بدك تاخدي معه سيلفي؟ لانه كل اثنين بيحبوا بعض بياخدوا سيلفي يا اجدب. اوه شو هالحكي شو هاد؟ بترجاكم يا شباب حدا يشرح لنا احنا ليش عم نعمل كل هاد. اسمعي شيري انا بكون زوجك وهاد الحكي بيعني انه انت لازم تكملي حياتك معي مو مع هاد الغبي تمام؟ طيب اهدى. انا هادي لسه ما تزوجنا. كيف يعني لسه ما تزوجنا حبيبتي؟ انت جد بشين احنا متزوجين وخالصين. ليش عم تعيط علي هيك؟ لك ماني عم عيط انت اللي عم تعيطي. شفتي نتائج تخبيصك يا شيري؟ حضرتك تحمستي كتير مشان قصه الزواج المزيف وهذا الشيء عم يزعج فيشال. ايه بس كمان انت ليش عم بتبالغ برده فعلك؟ تماما انا عم بالغ. اسمعيني دكتوره بتمنى لو كانت شيري بتشبهك يعني هيك حلوه ومتفهمه. عنجد اذا هيك ليش ما بتتزوج من تيبسي؟ مشان هيك قلت لماما انك كنت لحقها. خلاص شو هالحكي التافه اللي عم بسمعه؟ اعتذري منه فورا. عفوا ليش عم تحكي بهالطريقه مع اختي؟ انت اللي اعتذر منها فورا. انت بس بتسمعي اللي بدك اياه. ما سمعتي شو قالت لجوزها؟ بلا سمعتها. هي خبصت بس مو الحق عليها. هي ما عملت شيء. رفيقك هو اللي بلش. رفيقي هو اللي بلش؟ ايه؟ رفيقي هذا على طول راكد ورا اختك لحتى يحاول يساعدها والصبح كان عم يلم زباله كرمالها. رجاءا هي اللي كتر خيرها انها قبلت فيه وتزوجته. اسفه فيشال بس يعني هي كان فيها تلاقي واحد احسن بكثير ماشي وانت ليش انفعلت زياده؟ هذا اللي كنت عم اقوله يا من شوي انه هو منفعل زياده. طيب ايه؟ ايه لحظة انتوا ليش عم تتقاتلوا هيك؟ كل شي فايت ببعضه لهيك حتى نحن ما عاد فهمنا شي. لحظة استنوا شوي يا شباب
اسمعوا، انا وقت اللي بتلبك هيك وبفوت بالحيط بعمل دائره بيانيه، وبهي الطريقه بلاقي حل. حدا يجي يوصلني. ايه خلصنا بقى، نحن رح نلاقي شي حل. ماشي استنى. ايه هي هوايتها المفضله. هلا انت عن جد عم تحكي؟ طبعا عم بحكي عن جد. خليني لاقي الحل بالورقه والقلم، بدي قلم. ايه يلا دوري. طول بالك. هاي وهلا. مرحبا فيشال. اهلين. اعطيني مفاتيح البيت كاران. كأنه كاران مو مخبر الدكتورة إنه المدام قاعدة عنده. أنا غبية عن جد، شكلي تركت المفاتيح بالبيت. أي صح، حطيت الجزدان على الكنباية ونسيت المفتاح عليها. كاران عطيني مفاتيحها. أنا رح أحاول بشي طريقة إني يكون طبيعي معك، يعني على قد ما بقدر مثل أي اثنين طبيعي. تعرفي إنه مريضك تغير تماماً، حتى إنه ما عاد شرب كحول بالمرة، صار بيروح على النادي. أنت مفكرة إنه أنا وراديكا أغبياء يعني لحتى نرجع لبعض بس لأنه سيد برابودا طلب هذا الشيء منا؟ آه؟ هو عم بيحضر الأكل. ما بصدق هذا الشيء. إذا مو مصدقة تعالي وشوفي، أكيد وقتها رح تصدقي. مدام راديكا تعي معي، أنا رح جيب واحد بيصلح قفولة. تفضل. ليش نحن بحاجته يعني؟ كران المفاتيح؟ ما تقلي إنك نسيت المفاتيح؟ كران أنت صاير عم تنسى كتير. مدام ليكي الحق علي، أنا رح جيب باب ما بينقفل. شو هالحكي؟ شلون رح نفوت؟ لو سمحت لا تجيب القهوة هلا، بس دقيقة. إيه؟ يا ربي. تبسي لوين رايحة؟ تبسي بس اسمعيني شوي، أنا بدي أشرح لك. لا كيفك أستاذ؟ جاء المحاولة لاحقاً وشكراً. شو اللي صار هلأ؟ بعد ما كان كل شيء منيح رجع خرب من أول وجديد. شو بدي ساوي؟ تبسي راحت مرة تانية، كيف فيني رجعها؟ كيف رح أتحمل غيابها والوجع بكل يوم وكل ساعة وكل لحظة بتمر عليّ؟